يا غير البلد السلام هديمك الذي كفيت الملام من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من حمذات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أعاذني الباقي من الشيطان عند ممري وفي الأوتان. أعاذني الباقي من الشيطان عند ممري وفي الأوتان. وشكري للملك الرحمن وشكري زكى الرحيم بالنبي رجيم وآله وصحبه النجوم. بالله فارط نصارى جولي وغيري قتم بلا تناولي. إلى النبي وجهت قبل في الدري ما قد كفاني الهدى كالكدري. للمنتقى وجهت في الدكار تكرم بي قد كبك بل مكار. للمجتبى في المدينة أقلت قدمتي لدى كناكري. للمصطفى الماحي بلا مناكري هرب مني قبل في كرم بصاك مبارزي ولسواي حبسا. ملكني الملك عند داومي ما قد كفاني هدى تساومي. نفعني النافع في لبرولي بما به يغبطني كل ولي. إلى النبي وجدت عند بافلي قبل بما به أنا رمحلي. للمنتقى وجدت في قبل بسا ما قد كفاني حد وانحبثا. شق على الشيطان عند قلوى كوني قديم من كفاني الفلوى. يسوق صرمدا لغير الله درا ولا إله إلا الله. تراب كل من علي أنكرك عند الإله والنبي لن يشكرك. إلى ذوايا كل من لم ينوني ولذوى اللائل علي المكون. نفى لغيري كل من تكبر باق حماني بمذايا الكبرى. إلى سواي ولغير المنتقى من لا يحبني ويلقى متقى. لغير ربي ولغير المنتجب يساق من ذحد في واعتجب. رددت أحداء الإله والنبي ولا يزال مبغدي بمذنبي. جهاديا قضى وبيه ربحا ولسواي كل قلب نبحا. يندم في الدارين من آداني بأدل باق فضل أداني من غير بشر ومن الشيطان. عادني من جاد بالأوتان أحمد مغنيا تحالى حنسنا. وكان لي بكل شهر وصنا أحمد مغنيا تحالى أنسنا. وكان لي بكل شهر وصنا
وثناء خاطبته في البر والبحر وفي عذر والجهر مع الهادي الوفي فقلت يا رب الورى يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا صل صلاة فائقة كل صلاة برئيس لائقة ما صلاة من لا يجاريك سلام على وسيلة لك المحي الملام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واكتب اليوم بشارات الكريم لديك يا باقي مزيد لا يريم يا ربنا صل صلاة بارحة مع سلام بالمنى مصارعة على الذي أحتيته مدادي مذمن مع صفا ودادي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآلي ومن مدادي قد له ما شاء يا من له أوجه الإنشاء يا ربنا صل صلاة طاهرة مع سلام لعداك قاهرة على الذي أحطيته أقلامي مذمن بأفيد الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ومن قلامي قد له تبشيرا يا من لنا أرسلته بشيرا يا ربنا ظل ثلاثا نائرا مع ظلام برضاك ذائرا إلى أوطاف سيدنا محمد والآل وذابه في الحال والمآل ومن قراطيس له قد الغرض يا من كفاني غداك والمرض يا ربنا صل صلاة راقية مع سلام بالمراد باقية هذا الذي قدمته قد احرجت مني ميوبي ما انفحرجت سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وقل له من قدمي سرورا يا وائبا وأبني برورا يا ربنا صل صلاة مشكيا كل اتقاء ما سلام مرديا على الذي أرديته سنينا مجاهدا محتربا ظنينا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وقد له من قدمي ما سرى يا من كفاني ما وصى واغترى واصم بوجهك الكريم من المكاره وأصلح أمره واجعل فؤادي قذينة علم النافعات إنك المحتي العليم واجعل جوارحي أوطان حداك إلى الجنان سالمات من عداك يا ربنا صل صلاة جالبة إلى رضاك لعداك غالبا على الذي جعلني لديك كصحبه مصليا عليه سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وقد له من أمري فوق المنى وإنك اجعلني سرور الأمنا يا ربنا صل صلاة ساملة ما صلاة من لإداك كاملة يا ربنا صل صلاة شاملة للصلوات كلكن كاملة ما صلاة من لا يزال ناميا مما يضرني جحات حاميا على قليلك الحبيب حبدك أحمدنا المختار نور جندك وآله وصحبه والتجعلهم جميع قدمتي ردا تنجعلهم يا ربنا ظل ظلاة جامعة كل ظلاة ذات قمر قامها ما ظلا من نور ولا ينقطع على الذي بي أذى منقطع سيدنا محمد
المفرد والآلي وصحبه في الحال والمآل وارفع جميع صلوات اليوم لك وجنب الحدا واللوم يا ربنا صل صلاة حائلة بيني وبينك درات جائلة ما أصلى من جانب لما أحب مضحلحا لغيرنا ما لا نحب على وسيلتي إليك أحمد والآل وصحبي وأمري حمد يا ربنا صل صلاة ذاحبة بكل درر مع سلام ذاحبة لنا سعادة وربحا وصحة يا مغنيا قد كنتني بتوسعة على الذي بي تقود للغرض بلا عدا ولا أذى ولا مرض سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا ربنا يا من تعالى عن سنام عني يصلي كل شهر وصنام مع سلامك على المشفع من قاد لي محدن كل مدفع سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وكتب له في كل ما مني صدر من قدم حلاوة بلا كدر واجعل صلاتي وسلامي خيرا عبادة لك تصفي ميرا واجعل حياتي عبادة تدوم له بصارات تقدم القديم وارفع لأرشك وللكرسي نظمي هذا باسمك القدسي يا الله يا أحد إنك الصمد يا رافع السماء من غير حمد صل بحق قل هو الله أحد على وسيلة نبيك الأحد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وأبلح يا ربي من يوم الأحد على بشارات لدى كل أحد واجعل كتابتي مذا يا قوتا دعوة وذينا يذري يا قوتا يا ربنا صل صلاة بسلام على الذي محى الحناء والملام وقادني إليك يا ربي بك وقدتني بك لحب حبك سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وأبلح يا ربي في الاثنين فوق المنى والحاد من منين بغير آفة وغير قدر يا من كفاني كدرات القدر يا ربنا صل صلاة دارئة كل المفاسد تسول تارئة إلى سوانا قبل أن تنتحيا يا من لديه ضرري قد محيا مع سلام عمري يسلم من كل ما به تجيء ظلم على النبي ورسول أحمد والآل وصحب وقطي حمد واجعل الحروف كلها عبادة يا من له العباد والعبادة وهب لخير الخلق في قتل البشر يا خالقا جعلته خير البشر وجد له يا رب في الثلاثة بمصدر الربع والثلاثة مما يسر أبدا وينفع يا من به در لغير يدفع يا ربنا صل صلاة لم يرى نذيرها ومثلها ليس ترى من الخلائق على من فضل على جميعهم ما انفضل مع سلام لا يرى ولم يرى من الورى على الذي قد صيرا نورا لهم محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وأبلغ يا رب يوم الأربعاء يا باقيا مرويا ومشبها ما فيه كل ملك وبشر يغبطه من زيد وبشر وجل حروف يلؤل الذات بلا نهاية بقدر ذاتي يا ربنا صل صلاة صافية صدور قوم مؤمنين شافية مع سلام صارف مفاسدا لغيرنا وسقوة وفاسدا على الذي بشره مدادي وقلمي سنين مبدادي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل
وفي القميص حبله فوق المنى يا من جعلته أمين الأمنا يا ربنا صل صلاة تذنب من قصد درهما فتزب إلى ثوايا سرمدا ما سلام لغيرنا يذب من بهم ظلام على الذي وجه جند الله الغالبين لذوي الملاحم وضحضحوا لغيرنا الكفار كما مع الإحراج والأسفار سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وحدد الأعداء تهديدا يدوم يصرف أم لغير عبدك القديم وأبله يا رب يوم الجمعة فوق المنام الذي قد جمعها يا ربنا صل صلاة تبقى مع سلام يقود سبقا على الذي وحب للكتاب ولي لا يوجه الحتاب سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وقبله يا رب يوم السبت وكل يوم يا فئم من نبت واجعل صلاتي هذه لديه خير صلاة صليت عليه وكتب له بها بشارات الأحد وهب له الأيام من يوم الأحد يا سيدي يا مصطفى يا ذا الندى صلى عليك من حداك سندى يا سيدي يا مصطفى يا ذا الندى صلى عليك من حداك سندك يا سيدي يا مصطفى يا ذا الندى صلى عليك من حداك سندك أزكى صلاة بسلام لتجود بالاستقامة وتقليل الهجود والآل والأصحاب والأتباع وزادني علما مع اتباعي يا طيبي يا مجتبى يا ذا الحلا صلى عليك من تعالى وحلا أزكى صلاة بسلام لا عدد لها تسوق لي دائما مدد في الآل وصعب وكف ما حذر هني وجادني إليك بالنظر يا صلى عليك من سألته هدى أزكى صلاة لتسوق كلما لأثنيت سرمدا مسلما ما سلام بجميع الآل وصحبك درني ولا آلي يا سيدي يا مقتفى يا من سرى صلى عليك من دعاك لسرى أزكى صلاة لي تجود بظفر بأن أجاورك من غير سفر مع سلام بجميع الآل وصاب من غدا لهم آلي يا سيدي يا حير مرسل إلى خلق إلى حلم عالمين ذي الإله صلى وسلم عليك أبدا بالآل وصحبي ومن تعبد أذكى صلاة من حجل بسلام تطيب لي طوبى يا محدار سلام صلى وسلم عليك بجميع آلك والأصحاب ربك سميع أزكى صلاة لي تجود بحداك مع سلام لي ثقل عداك يا حير كل والد وما ولد صلى عليك من تعالى أو ولد مسلما عليك طول الأبد بالآل وصحبي وكف وبدي من ذائك اليوم إلى الجنان وبك صفا أبدا جناني يا حير مرسل لخير أمة صلى عليك من كفاك الغمة رب كريم نافع قد جلّى
وقدرك العظيم قد أجلى مسلما عليك فوق عددي بالآل وصحبي وزاد مددي يا من لتصديقك قد شق القمر صلى عليك من بقفوك أمر مسلما عليك بالإكرام في الآل والصحب بالانسرام من بك جملة ذنوبي غفرا وكل ما علي عني كفرا يا مصطفى يا منتقى يا مجتبى صلى عليك من أداك واجتبى مسلما عليك في الآل الكرام وصابك الغر وقاد للمرام ولثوايا النحية والشقاء كف وما يحرمني ارتقاء وجاد لي بكثرة تلاوة وذكر وصلاتي بالحلاوة وجاد لي بالعلم والأعمال وبتادبي وبالكمال يا سيدي يا بغيتي يا جنتي عن كل سوء أبدا يا جنتي صلى عليك منعم قد انعم بك علينا وأدام نعما وكل ما اشتقت إليه قادا لك بلا مشقة فانقادا مسلما عليك يا مختار ولي ساق كلما أختار دنيا وأخرى بكذا سلاما من الحساب ومن الملامات وطيب الزمان لي كما أحب وكفاني سرمدا ما لا أحب وبك لي كان وطاق للأرب حتى أصير بذروج من وعرب وضمني إلى ثياب المنام وقاد لي بلا حساب المنام وعد ذنبي وميوبي محا ورعد لي كل كنود جمحا وجاد لي بكوني ذا النظم شفاء لي وللأمة حيث كشفاء وكفاني جملة الرضايا به وفاق لي به المزايا فإنه جل على ذاك قدير وبإجابة دعاء داعي جدير أعتبته بذكر وثناء إذ بك عني قد نفع غنائي يا من سؤال غيري عندي دلال إذ كنت لي بكرم يا ذا الجلال يا الله يا قريب يا مجيب صل على الذي به تجيب سيدنا ذي المجدات بسلام بالآل والصحب المذعذي ظلام وكل لي الدهر وكن معي وكن لي ضايقا فوق مرامي بكن واجعل بجائه حياتي صافية لك به مع الوجار دافية يا ذا وجود لم يفارق القدم صل على المرسل صاحب القدم وسلما عليه بالآل الكرام وذاب وكفني جوالب الحرام يا ربنا صل على مقصوصي بالعز والمجد على مقصوصي بالشرف العالي وسلم سرمدا بالآل وثاب وكل أحمدا أزكى سلامي وعيب الجديل على النبي صاحب الوسيلة
والآل وصحاب الذين باقوا كما به لم يروني نباق صلاة من آمنني من خوفي على النبي المنتقى لصيفي وآله وذبي ما سلام كما أتاك منه بأفضل الكلام قال النبي صاحب الفضيلة صلاة من قاد الوتفيلة والآل وذاب مع تسليمي كما به لي كان بتعليمي ومشقاوة نعتني يا عليم وجنب آدية مدينة علوم صلاة من فيه أجل وأذار على وسيلتي صاحب الإذار مع سلام في جميع الآل وصحبه في الحال والمآل صلي وسلم على المصمم بصاحب الحجة يا من دمى والي وصحبه يا من جعل حديقة قمة القيار فانجعل صلي وسلم بالي الأوتان على النبي صاحب السلطان صلي وسلم بالي الأوطان على النبي صاحب السلطان وآله وصحبه يا من سلك كلا سبيلك القيم فانسلك صل وسلم يا مذيل الداء على الرسول صاحب الرداء وآله وصحبه يا من أنار فؤاد كل مستقيم فاستنار صل على هذه البهجة البديعة أي صاحب الدرجة الرفيعة مع سلام دائم في الآل وصحبه في الحال والمآل صل وسلم على ذي تاج يا من به فتح ذات تاج أي صاحب المغفر والمحراج والآل وصحب سرور راج يا من على عرشك ذو استواء على الرسول صاحب البراق صل وسلم في جميع الآل وصحبه في الحال والمآل يا واهب الأمان والإشراق على الرسول صاحب البراق صل وسلم في جميع الآل وصحبه في الحال والمآل وليكم بأفضل الوطايا يا من محى العيوب والخطايا وليكم بالصدق والإخلاص يا واهب الكفاف والخلاص صلاة من ملا بلا ندوب على النبي صاحب القضيب مع سلامي بآله الكرام وصحبه كما حباه بالانصرام صلي بتسليم على من دعيا بصاحب القاتم يا من دعيا وآله وصحبه يا من قلب دي قلب كل من حديت فانقلب يا من يكون لنا كرامة على النبي صاحب العلامة صلي وسلم بجميع الآل وصحبه ولسلم سؤالي على الرسول صاحب البرهان صل وسلم بذوي الأذحان من آله وصحبه وانصرني بمؤمنيك وبهم بشرني
على النبي صاحب البيان صل وسلم بذوي الأحيان من آله وصحبه وكل بلا معاداة ونور كل صل وسلم على فصيح بك اللسان مرذل الفصيح وآله وصحبه ولي علن قلوب من لم يؤمنوا بك تلين صل على المختار أذن خير متمر الجنان يا ذا الحير وصل من عليه في الآل الحظام وطاب وشكر كرما هذا النظام على رؤوف ورحيم وصحيح بربه الإسلام من محى الأحيح صل وسلم بجميع الآل وصابيه في الحال والمآلك صل بتسليم على عين النحيم وسيد الكونين باسط النحيم صل بتسليم على عين النحيم وسيد الكونين باسط النحيم وآله وصحبه وأنعمك بلا أذن يا خير مبق منحم صل وسلم يا منيل البر على الذي سميت عين الغريب وآله وصحبه وبالمرور جد لي بلا عداوة ولا غرور صل وسلم يا إلهي على نبي الله صاد الله والآل وصحبه بلا تناكي يا من حماني عن المناكيم يا من له الأمر كمثل الخلق صل على المختار سعد الحلق وسلم عليه في الآل وفي شعابه في الحال ثم ما يفي يا باقي اللي كان دون أممي قد صلاة لقطيب الأمم وسلم عليه في الآل معه صحابه يا من دعائي سمع صل بتسليم على حذ الحرب ورافع رتب كاشف القرب وآله وصحبه والتحمده هذا النظام حمد مغن صمد صل بتسليم على ذي الفرج بدر تمام وكريم المحرج وآله مع صحاب الكمل وطال وجهك الكريم حملي يا ربنا صل وسلم سرمدا على النبي ذي المذايا أحمد يا ربنا صل وسلم أبدا على الرسول والسرور أبدا يا ربنا صل وسلم كل حين على نبيك إمام الصالحين يا ربنا صل وسلم في أبد على قليلك سراج من عبد يا ربنا صل وسلم سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وصحبه واغفر لمن يقرأ ذا النظام في كل زمن وهب له جملة ما تحتار له لديك إنك المختار وحط ما عليه من ذنوب يا مالئا بجاهه ذنوب وهب لمن يقرأه أو يكتب خير المنايا من أتتني كتب وهب لمن حفظه أو حصل بأي وجه بالنبي أمل يا ربنا وجه صلاة بسلام لمن له وغبت أفضل الكلام يا ربنا أوصل سلامي القديم إلى الذي صرت له خير حديم يا ربنا قلد سلامي كلما وهبت لي بجاهي خير أمن يا ربنا مد سلاميك بلا نهاية لمن صلاتي قبلا يا ربنا بشر قليلك الحبيب بقدمتي وكل صلاة لبيب آمين يا ربي بحق وجهك يا واحدا ليس يرى مشبوكا يا من لوجهك الكريم ذا النظام كتبت قدلي الأيادي الحذام
بلا أذن ولا جوان ولا غرر ولا عدا ولا بلا ولا درر بلا أذن ولا جوان ولا غرر ولا عدا ولا بلا ولا ضرر يا من لوجهك الكريم ذا الكتاب كتبت قبلي رسمة من العتاب في كل شيء ظاهرا وباطنا وانفع به يا مالك المواتنا واجعله نفعا لذوي الأمصار وغيرهم يا واهب الأنصار يا ذا الأراضي وثما ذا البلا عد على من خدمتي قد قبلا سيدنا محمد والآل وضع به في الحال والمآل وسلما عليه واغفر يا غفور لقارئه وألم بك النفور واجعل حروف ذا النظام سرمدا بزارة عظيمة لأحمد وصليا وسلما عليه في آله ومن نمي إليه وادفع به قبل توجه اللحين إلى ذواقائه أنت المحين واجلب لمن يقرأه خير مراد واذلك يا رب الورى خير مراد وهب لمن يقرأه ما يغبطه به سواه يا جميل لن ينصت يا ذا البلاد والعباد صليا وسلما على النبي وكليا في آله وصحبه والترفع إليك سعي برداء يرتفع يا ربنا صل وسلم سرمدا على كريم كله قد حمدا سيدنا محمد ختام من أرسلتهم كالأنبياء يا ذا الزمن وآله وصحبه والتجعلي ذا النظم قارقا به ينجعلي يا من أمرت ذوي الإيمان كلهم بأن يصلوا على المختار في الرسول يا من أمرت ذوي الإيمان كلهم بأن يصلوا على المختار في الرسول يا من أمرت ذوي الإيمان كلهم بأن يصلوا على المختار في الرسول مني طيب لنا صلاك تنقد لبث بيها نظما لوجهك يا من قد محاك سيدي تقبل نظامي واسع في كل حكرا منيم ولا ترد لياك دني من الحمادي فاقبله مني يا فضل لا مناقشة وقد بغير عنا إني به حمادي أشكر بفضلك سعي ورضا يا نبيه يا من به سرت ذا هدي ولم أميل أنت الكريم الذي أبغي تكرمه يا خير هاد هداني أفضل سبولي كل بجاه رسول لله ما لكان عليه خير صلاة منك من قبالي وارفع نظامي يا ذا جودا وتكريمات ولا تردنه يا مذعبا علالي دم النظام إلى سعي صحاب غير
فؤادا ولا تردن يا مذعب الحلال سواك لم أرج في سر وفي حلال بحق وجهك حقق للرجاء نادي يا رب كن لي وقدم لي برد غراضي وما التمست بجاه المنتقى أنيدي صلي وسلم على المقدار بالكرامة وبشرنا بمذمي أفضل الرسول وحكم لك تبخف أيديك يريري تقل دبام بام فنان ديوان نسيت قرآن تيوان أيك من يريري تقل دبام بام كأن لكم مام درح لدول مام يلا بقول مام مبند كدد نبام بام نرونغ يلا جفن نرو ينن بدقن ديسو لقم ديسو لمين يلا جي نرونتي من أو ما قم قم نكو ما قم قم سرين بلا قم قم ما فني سرين بلا قم سرين بلا أم يقم بلا أم أمم يحيي سرين بروغا سرين بويغا سرين بدمغا جلنغا كيب نأنك يلا نأنك فيلا جيحنك يلا أبنغا بابون ينفنغا نيك يلا فنيك كندو فنيك كدوليا وكمم Madevu bane, narefu fane, buken fasini, manmi da majum, yawrek yawe, tameti akwet, ngir amuloket, fennati dedet, yaw amuloket, yalla desawket, domanati wet, donyakati wet, Sheikh Ibrahim fal yaw, ndoku bamu yawm budul konak yaw ñurere bam bam amana way dila je titere ma jamono allah yalla nabitiki je yalla sheikh ibrafal subhan rabbika rabbil alamin wa sallallahu ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ashabul jannati hum fiha khalidun ilayka ya السلام حكيمك الذي كفيت